هوية بريس نحو إعلام هادف. رسميا تم الإعلان عن زيادة عامة في أجور أساتذة التعليم العالي في المغرب، حيث تم صرف الدفعة الأولى من الزيادات المتفق عليها في عام 2023 بقيمة 1000 درهم، ومن المقرر صرف زيادة أخرى بقيمة 1000 درهم كدفعة ثانية بداية من يناير 2024، كما سيتم صرف زيادة بقيمة 1000 درهم إضافية ابتداء من يناير 2025. هذه الزيادات تأتي نتيجة لتنفيذ بنود المرسوم الجديد رقم 223545 الذي يحدد زيادة عامة في أجور أساتذة التعليم العالي بالمغرب بقيمة 3000 درهم تصرف على 3 أشهر، والذي جاء بعد اتفاق بين وزارة التعليم العالي ونقابة الأساتذة الباحثين. هوية بريس نحو إعلام هادف.